مرحبا، معكم حنين الصيفي وأنا موجودة بدوحة فيستيفال سيتي مع FFTV، وهلأ رايحين على شارلوت تيلبري، وهي أصلاً واحدة من أكثر براندز الميك اب اللي أنا بحبهم. بدنا نستكشف أجدد الإصدارات، الكولكشنز الجديدة، البرودكتس اللي كتير مميزة عندهم. طبعاً زي ما أنتم شايفين أنا اليوم جاية عن شارلوت تيلبري بدون أي ميك اب. ليه؟ لأني بدي أعملكم ميك اب لوك بالمنتجات اللي أنا بحبها من عندهم. بس قبل كل إشي، أول ما مرقت من هون اتذكرت شغلة كتير بحبها اللي هي البرودكتس اون ذا جو تبعتهم، منتجات بتكون بحجم صغير من منتجاتكم المفضلة من شارلوت، تقدروا تاخدوها معكم على السفر، بشنطتكم، بالدوام، بالمكتب، حجمهم صغير ومن كل أو أغلب البرودكتس اللي إحنا بنحبهم موجودين هون قدامكم بهاد السكشن. أوكي، هلا بدي أوريكم شغلة كتير حلوة بشارلوت تيلبري. شايفين أول ما تدخلوا المحل في 10 ميك اب لوكس هم مسوينهم، هاي السيجنتشر لوكس عند شارلوت، فحاطين لكم كل البرودكتس اللي استخدموهم بكل لوك من هدول اللوكات. طبعا انا ماي فيفورت هو اكثر لوك بحبه بينهم اللي هو ذا بيلا صوفيا. بحب انه كيف بولد والالوان هيك يعني ناعم، بس بنفس الوقت لا بولد، واضح الميك اب لوك. كمان اول ما تدخلوا دائما راح تلاقوا عندهم اجدد اصدارات من البرودكتس تبعون شارلوت. فمن اجدد الاصدارات فاونديشن بيوتيفول سكين، هذا الفاونديشن انا اوريدي استخدمته، الحلو فيه انه تغطيته متوسطه، ممكن تبنوا عليها يعني بتقدروا انه انتم تقلوه. ميزته الأساسية انه فيه هايلورونيك اسيد، وانتم كلكم عارفين اكيد انه الهايلورونيك اسيد بيغذي البشره مع عده استخدامات، بيحسن من خلينا نحكي ترطيب البشره او لمعتها. طيب هلا بدنا نروح لواحد من احلى الاقسام في شارلوت تيلبري اللي هي الارواج. كل البنات بحبوا الارواج، وارواج شارلوت تيلبري كثير مميزين لعده اسباب. اول شيء قبل كل هذا بدي احكي لكم عن الكولكشن البيلو توك. كولكشن ارواج البيلو توك واللب لاينرز هو من اشهر اللاينز عند شارلوت تيلبري، لانه الالوان كثير حلوه. الالوان اللي بحبوها البنات اللي هي على نود، على بيتش، على بينك، هيك ميكس بين كل هاي الالوان. منزلين منه 3 اصدارات اللي هو العادي والميديوم والانتنس، وغير هيك حتلاقوا باقي الارواج الوان ثانيه حسب انتم ذوقكم، شو بتحبوا بالارواج، بتحبوا ارواج غامقه، بتحبوا مات، بتحبوا شوي جلوسي، كله موجود عندهم. خلينا نروح نتمكياج. اول منتج راح استخدمه في الميك اب توتوريال تبعتي هو الماجيك كريم، وعلى فكره الماجيك كريم هذا هو اول كريم مرطب في كل العالم حصل على جوائز، واول برودكت شارلوت نفسها هي اللي سوته. ثاني برودكت حستخدمه هو الماجيك سيروم، وتخيلوا انه الماجيك سيروم فيه ترطيب 4 أضعاف الهايلورونيك اسيد اللي احنا متعودين نستخدمه. هلا حستخدم البيوتيفول سكين فاونديشن، وتخيلوا انه كل دقيقه بينباع 5 من هذا الفاونديشن. انا اوريدي جربته من قبل وكثير عجبني، جدا حبيته، بناسب يومي يعني تقدروا تستخدموه يومي. هلا علشان اعمل ماتيفاينج للفاونديشن راح استخدم الاير براش فلوليس باودر. على فكره هاي الباودر في ميزه انه كل دقيقه واحدة قاعده تنباع في العالم، يعني كل دقيقه 1 باودر قاعده تنباع في مكان من محلات شارلوت. هلا حستخدم الاير براش فلوليس برونزر، وعلى فكره هذا البرونزر بيحتوي على الهايلورونيك اسيد. كثير ناس بيواجهوا مشكله انه لما يحطوا البرونزر بتغير لونه على بشرتهم. ليه؟ لانه ما في الترطيب الكافي، فهذا البرونزر ما راح يتغير لونه على بشرتكم لانه في الهايلورونيك اسيد. هلا راح نبلش مع الكولكشن اللي انا بحبه والمفضل عندي، كولكشن البيلو توك. ميزه كولكشن البيلو توك انه تخيلوا كل دقيقه بينباع منتج من هالكولكشن في العالم. راح ابتدي بالبلاش لكولكشن بيلو توك.
راح تلاحظوا انه كل الالوان اللي بهذا الكولكشن بتناسب كل البشرات، يعني اللي هي الالوان اللي شوي على بينك على بيتش اللي كل البنات بحبوها. البلاش الحلو فيه كمان انه في لمعه بسيطه بتعمل زي هايلايت للخد. هلا حستخدم البيلوتوك لكجري باليت. هاي الباليت بيكون فيها اربع الوان، كتير سمبل ستيبس بسهلوا علينا انه كيف نحط الاي شادو، لانه في خلينا نحكي لون انتقالي ولون فاتح ولونين فيهم لمعه. الحلو انه بهاي الباليت في نوعين من اللمعة وكتير حلوين تحطهم على مدمع العين. شوفوا كيف بيعملوا لوك كتير حلو وبيعطوا العين هيك سحر. هلا حستخدم مسكارة بيلوتوك كمان من نفس الكوليكشن اسمها بوش اب لاشز. راح تلاحظوا انه المسكارة في لها تو سايدز، واحد عشان تلود ذا برودكت وواحد عشان يطول الرموش ويعطيهم كثافة. انا كتير بحب هاي المسكارة، بحب انه هي كيف بتفرق رموش ما بيلزقوا ببعض، بتطولهم بطريقة ناتشرال. هلا حختم الميك اب لوك بالليب لاينر من كوليكشن بيلوتوك. بعد ما خلصت من الليب لاينر حستخدم نفس الشيد من بيلوتوك بس الميديوم. شكراً دوحة فيستيفال سيتي و FFTV و شارلوت تيلبري على هاي الفرصة الكتير حلوة. لو عجبكم الميك اب لوك اللي سويته أو أي منتج أنا استخدمته بتقدروا تاخدوهم من محل شارلوت تيلبري بدوحة فيستيفال سيتي. باي.